أتاني سؤال عن دور أتمك في جملة معينة وسؤال عن استعمالها فقررت أني نعمل لكم فيديو نتكلم فيه عن الفعلين المساعدين أتمك و أولمك مرحبا أركضشلار نصل صنز أمرم إيه سنزدر أه بوجنك إكي ياردمجي فيل فيها يردم إيلم أولادك في اللغة التركية عندنا ثلاث أنواع من الأفعال عندنا بسيط فيه اللي هي كان ماك، يتماك، يب يبماك، إلى آخره وعنا تريميش فيه اللغة اللي هي الأفعال المستقلة مثلاً نشتق الأفعال من اسم أو صفة مثلاً عندي أوف أوف هو نفخ أوف لمك تصبح ينفخ أوف لمك وكان امثله كثيره مثلا يول اللي هو طريق تصبح يول لماك اللي هو الارسال وعندي النوع الثالث اللي هو بيرلي شيك في اللار باللي شيك في اللار هو اللي راح يكون موضوعنا اليوم يعني الافعال المركبه هنا اليوم راح نتكلم فقط عن اتماك والماك ومن بعد ان شاء الله راح نتكلم على باقي الافعال الاخرى من فضلكم لما اشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس حتى تصلكم اشعارات الفيديوهات الجديدة واذا عجبكم الفيديو استفدتم منه ما تنسوش تضغطوا على زر الاعجاب طيب الحاله اذا عندكم اي سؤال او استفسار تركوه في التعليقات وان شاء الله نجاوب على كامل اسئلتكم وبالنسبه للي ما عندهم حتى اي سؤال او استفسار ممكن انكم ايضا تتركوا لي تعليقاتكم دائما في الانتظار نيسة الفعل اتمك يساوي to do في اللغة الانجليزية ياردم ات بنا ياردم ات بنا يعني ساعدني اتت بمعنى قم بمساعدتي ياردم ات مثال اخر دعاء اتمك إت ماك يعني القيام بالدعاء بان سانا هر زمان دعاء ederim بان سانا هر زمان دعاء ederim هنا التي تحولت الى دي بسبب قاعده فستك الشعب لانه عندنا حرف صوتي بعد التي احنا ترك لكم الرابط الخاص بهذا الدرس في صندوق الوصف وراح تظهر لكم الان في البطاقه أو مثلا نقول لك نفرت اتمك نفرت اتمك اللي هو الكره ولا حرفيا نقول القيام بالكره لكن احنا نقول الكره نفرت مك مثلا نفرت ديوروم انا اكره وهذا الافعال تحفظ كما هي يعني تركيبها ما يكونش عشوائي يعني مثل ما نحفظ قال ماك جيت ماك ياب ماك الى اخره ايضا هذه الافعال نحفظها هكذا ياردبنت ماك دوايت ماك اجليت ماك نفرتت ماك دوامت ماك الى اخره ننتقل الان الى اول ماك الفعل المساعد اول ماك اول ماك هو يساوي تو بي في اللغه الانجليزيه و في اللغه الفرنسيه وهذا الفعل المساعد يحول الصفه الى فعل مثلا نقول لك ماك olmak أول ماك يعني انك تكون واضح مثلا نقول لك بنملي اترك اول بنملي اترك اول يعني كن واضح معي او ساكن الماك ساكن الماك يعني آه الهدوء او ان تكون هادئا آه مثلا اقول لك ساكن آه ساكن اهدأ او كن هادئ بالنسبه للأفعال المساعده هي اللي تتصرف وهي اللي تاخذ آه لواحق الضمائر مثلا عندي آه قلت آه ساكن الماك هنا ساكن ما تصرفوهاش وما تاخذش لاحقة الضمائر على العكس اول ماك هي اللي تتصرف وتاخذ لاحقه الضمائر مثلا نقول لك امين ولا جام امين ولا جام يعني سوف اتاكد فهنا إيمين بقيت كاسفة يعني ما تغير فيها ولا شيء لكن اول ماك هي اللي تغيرت من ناحيه التصريف يعني اصبحت مع الزمن المستقبل وضفت لها ايضا اللاحقه مي اللي هي لاحقه الضمير بان وبالنسبه للاول ماك لما نصرفها مع اي زمن كان راح يبقى ترجمتها يكون لكن مع زمن واحد فقط واللي هو الماضي راح يتغير او راح تتغير ترجمتها الى اصبح راح نعطيكم نفس المثال لكن مع الزمن الماضي نقول لك امين اولدو امين اولدو يعني اصبح واثقا اذا ببساطه كان هذا هو درسنا اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه وفي الاخير نقول لكم ابوني اولماي مايه ابوني اولماي اونوتماين